واخويا اجيتي والله القسم لا جيتي فواحد الوقت ماشي هو داك اخويا وحق الله جيتي من واحد القصريه تاع الكستو كاع حبستيني وعرفتي والخدام والخدام وحبستيني على الماكله دابا كاع الله يخليك بالخدام وايا وايا ومحمد خويا جا ياكل بالملاسه وقلت له قلت له هذا واحد الدري صوري وديرها في الفيسبوك وحق الله وقلت لي صورها وديرها في الفيسبوك عارف ليش يقلب فيسبوك تلقاه وحق الله لا باس وداري لي يعطيك الصحة وواحد الواحد عرفني اش قال لنا قال لك ياكل كبيد وقال ما لا قوة الله أكبر أخويا أنا باقي ما ساليتش أنا اللي ما نساليش مع السيد راه أنا اللي ما نساليش بغيت عنسالي و تكون شوية أما دير معاهم حتى حاجة تنعيط عليك اسمع جاي سعد ما يكون عندي شي وقيت أنا غنعيط عليك هجري على أمك قول يلا شكرا السلام عليكم تعاود طلع معاه من 18 عام من يبغي يديرها في بيت النار تبعي لا اله الا الله في السمن عارة في السمن كنت شو ترمت لك وجه زوين بالله والحمى مو الملاسة الملاسة ماضية والله القسم لا نصيح ولا راه لي الله والله تقع الله نصيح والله والله راجل تيكون من الله تمر عليه واش تعرف من الله انت انت تتبع تدخل بصنا في كرشي كل اللحم كل اللحم السيد راه شاف معاه هذه تضرب هذه خليني نشوف